او ماي جاد، ايه اللي حصل ده؟ الباب اتفتح بجد. اشترك وخد بطاطس على الاقل تستفيد، تاكل هم المام منها تحس انك في عيد. نغماتي موسيقيه جدا، فيديوهات تجيب ادمان، ايبي جيمنج ماركه دوليه، بكره نفتح شركه كمان. وازيكم يا ابطال، عاملين ايه؟ وحشيني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وفيديو النهارده يا ابطال، فيديو النهارده يا ابطال حرفيا هنشوف توكينج جوان وهو بيتراقب من وحش مخيف. بجد بجد يا ابطال، موضوع توكينج جوان ده مش عايز ينتهي للابد، لان فعلا يا ابطال كل مادة بلاقي اسرار اقوى واجمد، وبجد بجد مش هبطل اعمل عليها مقاطع لحد يا ابطال ما ننهي كل الاسرار بتاعتها. متحمس جدا للمقطع ده، وبرضك يعني عايز اشكرك يعني من كل قلبي والناس اللي الكومنتات اللي دايما بديها بطاطس كتير. والله بصوا يا جدعان، والله العظيم نفسي قوي الواحد واحد فيكم واديله بطاطس. يعني والله انا كان نفسي يكون معايا، بعد كده ابقى اجيب ابطال بطاطس كده كبيره واطلعها معايا في المقطع. لو عايزين كده حطوا حالا لايك للمقطع واشتركوا حالا في القناه عشان نوصل 200,000 مشترك. والله يا ابطال متحمس جدا اشوف الرقم ده على القناه دي. يلا بينا يا ابطال، متحمس جدا ويلا بينا. اول حاجه يا ابطال، احنا ولا مأكلين ولا عاملين اي حاجه، حرفيا سايبينه كده مش نضيف خالص. فالمفروض اللي اول حاجه نعملها هي يا ابطال اللي احنا نرجع الاوضه دي ونرجع شكله. ونرجعه ازاي؟ المفروض يا ابطال احنا لازم نشتري اللون الاحمر، تمام؟ على اساس ان اللون الاحمر ده يا ابطال هيغير كل حاجه حرفيا في الاوضه. يلا بينا يا ابطال نشتري ونشوف ايه اللي هيحصل. اكيد احنا كده كده عارفين، يعني اتعودنا خلاص على توكينج جان وعملنا كل حاجه. ليتس جو يا ابطال. ايوه يا باشا، اوبا، كل حاجه حرفيا يا ابطال رجعت زي ما هي، ولكن توم يا ابطال مش نضيف تمام ولا اي حاجه. بس هنا يا ابطال الاكل بقى ليفل 100، والمفروض كده احنا مش هناكله تاني. في هنا يا ابطال حاجه ظهرت غريبه جدا، وبصراحه لازم اوريها لكم. المفروض يا ابطال كمان شايفين توم بيبص على ايه؟ ايوه، توكينج جام بيبص على البتاعه دي. مش عارف اشمعنى ابطال بيبص على دي، يعني انتوا اكيد فاكرينها صح البتاع ده يا ابطال، اللي هو السطور اللي بتيجي على دماغه، اللي حرفيا يا ابطال الصوره دي كانت مشهوره جدا في توكينج جان، والصور دي لفت اليوتيوب كله الاجنبي والعربي حرفيا. وانا بصراحه قاعد بقول يعني اشمعنى يعني الفاس ده يظهر يعني في الوقت ده بالذات. مش فاكر بصح يا ابطال، هل هو كان ظاهر وانا كنت يعني توم الاحمر، او انا كنت جان الاحمر؟ بجد يا ابطال اتمنى تقولوا لي تحت ده يعني في الكومنتات، لان هو يعني انا بصراحه ما كنتش مركز مع الحاجه دي بالذات. ولكن يا ابطال احنا المفروض دلوقتي نحميه، تمام؟ يلا يا ابطال لازم نحميه. ليتس جو. ايوه كده بقيت توكينج جان العسل الامور، اللي هو مش امور قوي يعني. لو لا خلاص انا اسف والله مش هاجي جنبك خلاص. والمفروض يا ابطال هننيمه نص نومه او يعني تلت نومه. هنشوف يا ابطال، بصوا هنعمل كده. ايوه ننيمه كده، واحد اتنين تلاتة، اوبا، بس كده بس كده تمام. وبعديها يا ابطال على اللعب بقى، ما نخلوش يلعب يعني برضك يا ابطال، ما نخلوش يلعب كتير بصح. ما اعرفش ازاي هنلعب جيمين او جيم ونشوف يا ابطال دي هتزيد قد ايه. خلينا يا ابطال نختار اللعبه المحببه ليا حرفيا، وهي اللعبه دي يا ابطال. ليتس جو. يلا انا بعرف العب بتوم ده بقى بصراحه يعني يا ابطال، ولكن ليتس جو. يلا بينا، مش شرط يا ابطال نجيب سكور عالي، انا عايز يعني ممكن يا ابطال مش للدرجه يعني. وات، ايه اللي انا شايفه ده؟ ثانية يا ابطال، في حاجة بجد جدا جدا غريبة. ده انا ما لحقتش العب يا ابطال، ده انا جبت سكور 2 بس، وحرفيا هو فرحان جدا ومبسوط اللي هو لعب. يعني انت لعبت يا باشا، احنا لحقنا، احنا جبنا سكور 2 بس والله. خلونا طيب يا ابطال، عشان بيقول لك بعد ما بنعمل الحاجات دي في باب من البيبان بيتفتح، ويعني في صوت بتسمعه غريب. خلونا كده يا ابطال طيب نكمل نوم، يمكن نشوف اي حاجة، لان هو ده يا ابطال موضوع النوم ده حرفيا اكتر حاجة يعني بجد بجد بيقول لك على اليوتيوب اللي هي بتعمل كده. ايه ده، مفيش اي حاجة؟ ولا اي حاجة خالص، بجد بجد طب موضوع غريب. وعشان تتاكدوا حرفيا من كلامي وفعلا في حاجه بتحصل، خلونا يا ابطال نشوف المقطع اللي معانا دلوقتي. زي ما انتم شايفين يا ابطال هو ده المقطع اللي معانا. بصراحه المقطع ده فيه حاجات جدا جدا غريبه، وكان لازم نشوفه مع بعضينا. يلا بينا يا ابطال. المفروض اللي هو في الحمام، تمام؟ يعني حمال اول. او ماي جاد، هو المفروض دلوقتي قاعد بيكلمه. حلوه قوي، ما اعرفش بصراحه يا ابطال هو ايه اللي ممكن يحصل، ولكن يعني ايه ده؟ او ماي جاد، تمام. هو المفروض قاعد بيتكلم ياباني عشان انا مش فاتح لكم الصوت، تمام. ولكن المفروض دلوقتي يا ابطال هيعمل نفس الحاجات اللي احنا عملناها، تمام. هينيمه، مش نومه يعني، بصوا مش نومه كامله. خلق، او ماي جاد، ايه اللي حصل ده؟ الباب اتفتح بجد. الغريب يا ابطال ان المكان كله اسود في اسود، يعني الحاجه بجد يا ابطال غريبه، المكان كله اسود في اسود، ومش عارف افسر ده ازاي. ثانيه يا ابطال، يمكن نشوف
او ماي جاد مفيش اي حاجه حصلت. ماشي يا ابطال، حطوا حالا لايك يا ابطال، واشتركوا حالا تحت في القناه، وفعلوا زر الجرس، يعني ظبطونا كده. يلا بينا يا ابطال. المفروض اللي هو التوم حرفيا معفن خالص، يعني اللي هو توكن جي جي معفن خالص، تمام؟ واضح كده اللي هم يعني يا ست خلاص مايوه. المفروض الابطال اللي هي هتبدا اول حاجه اللي هي تحميه وتنضفه من اي حاجه كانت عليه. حلو جدا يا ابطال. ايوه ماشي، المفروض اللي هي ظبطت كل حاجه خلاص، كل ده صابون حرفيا. تورينج جيان مش هيقدر يتنفس يا جدعان كده. ايه ده حرفيا يا ابطال، ده ايه ده يا ست؟ خلاص كده هو كده استحمى، حاجه غريبه اقسم بالله. انا مستغرب والله، زي ما انت عم الصين انت ولا الياباني، مستغرب والله ايه كده. ما تقوليش كده استحمى والله العظيم. ايوه كده، ايوه المفروض يعني ميه، يعني صابون وميه. حاجه غريبه يعني الناس بتستحمى بالصابون بس دي. ماشي خلينا ابطال نشوف كده. او ماي جاد، هتنيمه. ماشي ادي هينام. هل بقى ينام نومه كامله؟ وات؟ ازاي النومه كامله؟ ماشي ما علينا خلاص. ايوه ايه ده؟ تقعد تدوس كل شويه؟ طب ثانيه نشوف. ماشي واضح كده انا عملت الخطوات غلط. او ماي جاد، اما نشوف يا ابطال هل فعلا الابطال هتظبط معاها؟ يعني ماشي، اما لو ما ظبطتش، يعني هي ما ظبطتش معايا ممكن عشان انا ما عملتش خطوات من اول صح، ولكن انا اهم حاجه. او ماي جاد، شاريه ثلاثه الاخضر وواحده احمر وبتفكر. على فكره يا ابطال حاسس ان هي مشغله الهاكر والله يا ابطال. الناس اللي معاها فلوس كتير دي فيها حاجه، انا شاكك فيها. ماشي تمام، معاها ست سمكات وتلاتة اخضر واحدة احمر وتلاتة فوق. ماشي او ماي جاد، واحد ما بحبش الاكله دي. دي مش اكله المفروض. ما علينا، المفروض قاعده مستنيه ايه مش عارف بصراحه، ولكن او ماي جاد او ماي جاد. بصوا يا ابطال حرفيا السمكه اقسم بالله يا ابطال، بصوا خليتها اربع سمكات بس، خليته فول الاكل فول على طول يا باشا. تمام كده يا ابطال، تقريبا عملت من بالترتيب، حميته بعدها يا ابطال خليته ينام وتقفل النور وتفتحه كتير، بعدها خليته ياكل، وبعديها خلي بالك يا ابطال ده ياكل ايه، اربع سمكات بس حرفيا. تمام، ولعبه ابطال لعبه يعني لعبه القارب، تمام اللي احنا كلنا عارفينها. حلو جدا تمام ماشي، المفروض اللي هي دلوقتي بتلعب لعبه القارب، وعلى ما اعتقد ان هي يعني هل هتخسر لسه بقول خسرت يا ابطال في سكور 13. تمام مش عارف بصراحه يا ابطال حته اللي انا لازم اخسر. او ماي جاد، بصوا بتاكله ايه. ماشي حلو جدا، اكلته ثلاثه بس ولا اربعه؟ ثلاثه ماشي، ما ينفع هتشربه الاخضر. وات؟ طب ما كده كل ده يروح ولا ايه؟ ما هيبقى لون احمر، مش عارف بصراحه ابطال الفكره فيها ايه، ولكن ادينا بنشوف. ايدي راحت حرفيا في حته وكل جسمه راح في حته. ماشي الله يرحم جوان، يعني كان طيب بصراحه، هو كان طيب احسن من الاحمر عشان بخاف بصراحه من لونه احمر. تمام يا ابطال، المفروض دلوقتي اللي هو بقى لونه احمر ونفس كل حاجه، واكل شارب نايم صاحي. بصوا لاعب مستحمي كل حاجه. تمام هتشربه واحد تاني احمر، قصدي اسف اخضر. تمام، لان احمر ابطال هيخليه ايه، هيخليه نفس الحاجه، هتبقى هيتغير هو يعني هيروح اللون التاني. ماشي المفروض دلوقتي ابطال الاوضه هتبقى كلها احمر، وهو يفضل احمر زي ما هو عادي. ماشي حلو جدا تمام، بطيئه قوي بصراحه، بطيئه قوي يا ست. ما يلا نشوف ايه اللي حصل. ماشي او ماي جاد، حلو قوي. بردك شرب واحد اخضر تاني، حاجه غريبه يعني. طب ليه بتعذبيه؟ ماشي تمام، المفروض دلوقتي اللي هو بوم مات. حلو قوي يا ابطال. ماشي المفروض دلوقتي اللي هو مات، خلينا نشوف ايه اللي حصل بعديها. نفسه هو عايز شباب واحد تاني اخضر بردك. ماشي حصل نفسك. وات؟ استنى حصل ايه؟ وات؟ تركيب ده يا جدعان، دي تركيب صح؟ ماشي تاني بردك بتشربه تاني، ايه اللي هيحصل تاني؟ ده انت كده كتير بصراحه. مش خلاص يا جدعان، ما في ايه، ما كفايه بصراحه. تاني مش عارف يا ابطال في ايه، قاعده بتشربوا كتير اخضر ليه؟ يعني مش كان معاها ثلاثه بس؟ انتوا واخدين بالكم اللي بيحصل؟ ماشي تمام، ايوه كده، اعملي بقى حاجه ثانيه. يعني هي دي الخدعه، هي دي الخدعه اللي احنا متفقين عليها يا ست. انت مش عارف بصراحه ايه ده؟ في ايه؟ وات؟ انتوا بتهزروا؟ الباب اتفتح. او ماي جاد، لا 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 ده بجد ولا ايه؟ ايه ده؟ ثانيه بقى، هو الباب بيتقفل ويتفتح بمزاج مين؟ ما انا لازم نعرف والله يا ابطال. يعني في حاجه بتداس طيب يا ابطال عليها في الاوضه ولا ايه؟ الله يا ابطال حاجه غريبه. وبصوا بقى وبيتكلم كمان بصوت مرعب، مش عارف بصراحه. لا 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 في حاجه غريبه. ممكن يا ابطال لما نيجي نفتح المايك بيقول لنا كلمات سر معينه بتخلينا يعني لما نيجي نقولها، بس الكلام ده بالانجليزي ولا بالعربي؟ والله يا ابطال مش عارف، عارفين يا ابطال قاعد بيتكلم كلام انا اصلا مش فاهم. تمام ماشي، قاعد بيتكلم والمفروض هو خلص اصلا الكلام، لكن انا شاكك يا ابطال في الزرار اللي جنب. بص يا ابطال لو جيتوا تركزوا هتلاقوا كده الزرار او حاجه يا ابطال نقدر ندوس عليها تقريبا
جنب الباب، يعني ايوه جنب الباب حرفيا، لا لا مش عند ناحيه الفازة او الشباك، لا الناحيه التانية حرفيا في حاجه حاسس ان انا لو دوست عليها ممكن تعمل، هنبقى نجربها. بس خلينا ابطل نكمل المقطع. تمام صح، اتحمست ابطل اشوف نهايه المقطع على ايه وايه اللي ممكن يحصل. تمام اما نشوف. حلو جدا، ايوه ابتدت اللي هي بعدها بتوحش، هي بدات تلعب لعبه الكارب، واتوقع ان هي تخسر ثلاثة ماشي تمام. دخلت في الجيم الثاني، واضح كده اللي هي بتجيب سكور معين مكتوب لها. ها ايه ده، 4؟ لا انت مالكيش حل بصراحه، انت بتعمل حاجات جدا جدا غريبه، وانا مش عارف بصراحه هل الحاجات دي حقيقيه ابطال ولا فيك. اكتبوا لي تحت ابطال في الكومنتات. ماشي تمام، حلو قوي ماشي لحد دلوقتي كله تمام. 15 16 بصراحه لعيبه ماشي. اما نشوف ابطال وصلت لكام، 24 25 30 او ماي جاد، وماتت عند 36 كده. بدات ابطال تلعب تاني، انا عاب بجري طبعا المقطع لان خلاص عرفنا ان انت لعيبه. تمام خلاص يا سته خلاص، او ماي جاد 74 يا ابطال، دي لعبت اللعبه اكتر من 10 مرات تقريبا ولا يا الو، ده كده كتير والله كده كتير، ده المقطع كله قلب اللعبه دي. ما ايوه هنا بقى الحته المهمه، هنا يا ابطال الحته المهمه اللي انا كنت عايزها. ماشي تقريبا لعبت 10 تجيال تقريبا، والسكور كله ايه ده، هشربه الاحمر هيحصل ايه كل حاجه، احنا لسه عاملين الموضوع ده من شويه، كل حاجه حرفيا هتبقى هتطلع زي ما هي. ماشي اللي هيحصل مفيش اي حاجه، ماشي واضح كده ان هو ايوه هنا بقى يحصل ايه، في حاجه ايوه او ماي جاد، لا 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 الباب اتفتح، الباب اتفتح بجد والله مش مصدق، واتقفل. طب ده بيتفتح بسبب ايه ولا بسبب الحاجات اللي هي عملتها؟ او ماي جاد، وقاعد بيتكلم بيقول كلام كمان والله. ابطال حاسس في حاجه، لا 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 خلونا نروح بسرعه على اللعبه بجد. ابطال اللي انا شفته هو ده ابطال الكوبس ده حرفيا اللي انا بقول لكم عليه، يعني تقريبا لو بص ابطال انا عامل كل حاجه زي ما هي عملت بالظبط، ولكن معرفش يا ابطال ممكن لما نفتح المايك يحصل حاجه. اديني يا ابطال فتحت المايك اشوف فيها، هل مثلا في حاجه ممكن تحصل يا توم؟ بقول لك ايه، ولا اسف يا جوان، يعني ممكن تفتح لنا الباب اللي جنبك ده؟ هنشوف يا ابطال رد فعله هيكون ايه، يعني مش عارف. ماشي تمام، انا هقفل المايك خلاص خلاص، ما تقولش اي حاجه، ما تقول خلاص بقى يا جدع خلاص ما تخنونيش. ماشي تمام، المفروض يا ابطال انا لحد دلوقتي شاكك بجد، يعني ان الكوبس ده في حاجه، الكوبس واللوح اللي اتحطت ورا دي بردك يا ابطال فيها سر، كل حاجه حرفيا في الاوض دي كلها ممكن تتفتح مع اي تحديث جديد يا ابطال. وعشان كده يا ابطال بقول لكم اكتبوا لي تحت في الكومنتات اي تحديث ينزل للعبه دي، لان انا متحمس جدا ولازم اكتشف اي سر، لان يا ابطال الاسرار فيها حرفيا مش بتخلص. متحمس جدا للمقاطع اللي جايه. وبس كده هطول الفيديو النهارده خلص، اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، وحاجه تفعلوا زر الجرس عشان يظهر لكم كل فيديوهات الجيمنج الجايه الجديده. وبس كده، جيمنج اكسوي، سلام.